السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية نرحب بطلاب طلابنا الأعزاء طلاب الصف الحادي عشر الأدبي ونتمنى لهم التوفيق دائما. في الحلقات الماضية تعرضنا لدراسة ظاهرة التلوث البيئي. وتحدثنا عن عنصر رئيسي مهم وهو تلوث الهواء الجوي أحد المشاكل الكثيرة التي تعاني منها البيئة في العصر الحاضر. في هذه الحلقة بإذن الله سنتناول الجزء الثاني من مصادر أو ظاهرة التلوث البيئي لتلوث المياه. فتلوث المياه وتلوث الغذاء احد المصادر الرئيسيه المسبب او المتسبب الرئيسي في حدوثهم هو الانسان. سن يعني نعيد بعض النقاط البسيطه التي تحدثنا عنها في الحلقات الماضيه عن تلوث البيئه. او مفهوم التلوث بصوره عامه. التلوث هو عباره عن كل ما يؤثر في عناصر البيئه حيه او غير حيه. وذكرنا في عناصر البيئة الحية الكائنات الحية الإنسان والنبات وكذلك الهواء والماء والتربة وسنوجز في هذا أو في هذه الحلقة التحدث فقط عن تلوث الماء والغذاء المصادر الطبيعية التي أدت إلى التلوث كما ذكرنا في الحلقات الماضية أن البراكين والعواصف والفيضانات والزلازل هي أحد الأسباب الرئيسية ولكن ما يفعله الإنسان تجاوز هذه الخطوط فأدى إلى تلوث للبيئة يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون السؤال الآن أو السورة أو الآية رقم 41 في سورة الروم في كتاب الله سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر والمقصود بظهور الفساد هو التلوث الذي ظهر في البر والبحر والايه واضحه تماما لان الله سبحانه وتعالى يقول وأن وأن وانزلنا من السماء بسم الله الرحمن الرحيم وانزلنا من السماء ماء طهورا فالاصل في المياه ان تكون طاهره نقيه ما فعله الانسان هو تحويل هذا الماء من صورته الطبيعيه التي نحيا بها وتحيا معنا بها الكائنات الحيه الى صوره لا يستطيع بها الانسان ان يعيش ولا باقي الكائنات الحيه فعنوان درسنا اليوم باذن الله تعالى سنتحدث عن تلوث الماء الاسباب والآثار المترتبة عن تلوث المياه الماء مصدر رئيسي للحياة لا شك في ذلك وإذا أردنا أن نوزع نسبة الماء واليابس على سطح الكرة الأرضية فنجمل بإيجاز بسيط جدا وهي معلومات قد يعرفها الكثير وقد لا يعلمها الكثير أن مساحة كوكب الكرة الأرضية بكامله 510 مليون كيلو متر مربع 510 مليون كيلومتر مربع مقسمة إلى قسمين يابس وماء 361 مليون كيلو متر مربع الماء 149 مليون كيلو متر مربع اليابس في معارف دايما بالنسب اللي بنحفظها من الصفوف الـ الـ أو من المراحل الابتدائي والإعدادي أن نسبة المياه على سطح الكرة الأرضية 70% أو تجاوزت السبعين بنسب 71% ونسبة الماء اليابس 29% أحبائي الطلاب إذا أردنا أن نوزع كمية المياه على سطح الكرة الأرضية فسنجدها كالآتي. مياه الكره الارضيه تنقسم الى قسمين، الماء المالح والماء العذب. الماء المالح يشكل 97% من مساحه الكره او من مساحه المياه على سطح الكره الارضيه. اما الماء العذب فيشكل 3% فقط من المياه الموجوده على سطح الكره الارضيه. ذكرنا في الماء المالح كلمه المحيطات لان اكبر نسبه في الماء المالح على سطح الكره الارضيه هي المحيطات ومعها بالتأكيد البحار والخلجان وكذلك البحيرات المالحة من المعروف أن الماء العذب على سطح الكرة الأرضية بنسبتها البسيطة التي لا تتجاوز 3% بل هي أقل قليلا لكنها أساس لوجود الحياة على سطح الكرة الأرضية ومن هذا المنطلق لكونها الأساس أردنا أن نوجز ونفصل توزيع الماء العذب على سطح الكرة الأرضية كما تظهر أمامنا في الشكل التالي ان نسبه الماء العذب الكتل الجليديه 68.3 من 10% من 3 يعني نقصد ان الماء العذب 3% تم توزيعه الى اربع اقسام القسم الاول هي الكتل الجليديه التي تمثل 68.3 من 10% من الماء العذب ثم المياه الجوفيه التي تشكل 31% ثم المياه السطحيه والتي تشكل ثلاثة من مية في المية ثم المياه الأخرى ونقصد بالمياه الأخرى هي المصادر الأخرى العزبة مثل تحلية مياه البحر وإعادة معالجة مياه الصرف الصحي لتصبح سليمة يستطيع الإنسان أن يستخدمها هذه النسبة سنفصل المياه السطحية نعيد تقسيم المياه السطحية مرة ثانية المقصود بالمياه السطحية أو أن أن الكتل, الكتل الجليدية تمثل 68% والمياه الجوفية معروفة والأخرى هي تحلية مياه البحر وإعذاب أو إعادة معالجة مياه السر أما المياه السطحية فأردنا أن نوضحها بشكل أكثر تفصيلا فهي تشمل البحيرات وهي على سطح الكرة الأرضية تمثل 87% من الثلاثة من 100% من نسبة المياه السطحية والمستنقعات 11% وأخيرا الأنهار 2% إذا المياه العذبة على سطح الكرة الأرضية على الرغم من قلة مساحتها أو قلة نسبتها إلا أنها تمثل شكلا كبيرا أهمية كبيرة لاستمرار الحياة على سطح الكرة الأرضية ومعروف دائما أننا كنا نقول أن نسبة المياه المالحة كبيرة ونسبة المياه العذبة قليلة تصل ل 97% ماء مالح 3% مياه عذبة لكنها مهمة نسبة الماء المالح لو تخيلنا العكس بمعنى احبائي الطلاب لو قلنا ان نسبه الماء العذب ونستريح من ظاهره التصحر ومن ظاهره الجفاف وكانت المياه المالحه هي اللي او المياه العذبه هي اللي نسبتها 97% تتخيل بفكره ماذا سيحدث الكره الارضيه لو كانت نسبه الماء العذب هي اللي 97% والماء المالح 3% ماذا تتخيل ان يحدث في الكره الارضيه بالتاكيد لن تستمر الحياه وانت تقول انه ماء عذب نستطيع استخدامه لسبب بسيط جدا لأن الأرض ستتعرض للتعفن خلال شهور الكائنات الحية الموجودة أو المياه بصورة عامة فالماء المالح عندما نريد أن نجفف أي جلود أو أي كائنات حية نضع الملح عليها ليحفظها فما بالك لو كانت كل هذه المياه عذبة فالله سبحانه وتعالى وضع كل نسبة بمقدار انظر وتأمل في هذا الشكل لتوزيع المياه الطاهرة النقية السليمة يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله وانزلنا من السماء ماء طهورا وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. الماء في هذه الصور تامل نقاؤه صفاؤه حلاوته الاصل فيه ان يكون طاهرا. ما فعله الانسان بهذا الماء سيظهر لنا على الشكل التالي. احد الاسباب الرئيسيه في مصادر تلوث المياه والسبب الرئيسي فيها هو الاستخدام المنزلي. خصوصا في المناطق العشوائيه التي تطل على الانهار كما ستظهر الصوره. كل النفايات وكل المخلفات تظهر امامنا في الصوره وتلقى في المياه العذبه التي تتحول بالتاكيد الى روائح كريهه وكذلك فطريات تصيب الانسان اذا تم استخدامها. فاكبر الاسباب المنزليه البشريه والحيوانيه كذلك الصرف الصحي. عندما نلقي بمياه المجاري بكاملها في مياه البحر حتى البحار وكذلك مياه الانهار العذبه تؤدي الى مشاكل كثيرة جدا بالنسبة للمياه تؤدي إلى موت الكائنات الحية الموجودة قلة الثروة السمكية وتعود على الإنسان معالجة مياه الصرف الصحي قبل طرحها في البحار أو الأنهار أمر هام الآن هناك بعض الدول التي ترى بأننا نلقي بكمية كبيرة جدا من المياه للصرف الصحي ولكن على مسافات بعيدة بعيدا عن الشاطئ في الأمر سيان قبل أن نلقي هذه المياه بهذا الشكل لابد أن نتخلص أولا من الجراثيم والأوبئة هو إعادة تنقية هذه المياه قبل طرحها في الأنهار وكذلك في مياه المياه البحار والمحيطات كذلك هناك مصادر صناعية ونقصد بالمصادر الصناعية لكي لا يختلط الأمر بتلوث الهواء نقصد بالمصانع المخلفات المياه مياه التلوث الحراري عندما يتم فض كميات كبيرة جدا من المياه من تبريد الالات في المصانع المستخدمه فيها بملوثاتها بمخلفاتها تلقى داخل مين؟ داخل البحر خصوصا اذا كانت الصناعات كيميائيه. كذلك الزراعيه والنباتيه تلوث المياه ناتج عن المنتجات الزراعيه ونقصد بالمنتج الزراعي او الاسباب الزراعيه هو استخدام المبيدات والاسمده الكيماويه. الان دوله الامارات من الدول الرائده في هذا المجال انشات مزرعه كامله لأول مرة وهي أكبر مزرعة في تاريخ العالم كله تسمى مزرعة الفوعة والفوعة على طريق أبو ظبي العين هذه المزرعة لأول مرة تفتخر بها الإمارات في إنتاج النخيل أو التمر عضويًا بدون تدخل أي سماد كيماوي ولا مبيدات حشرية طبيعية فقط فالمنتجات الزراعية النباتية أحد الأسباب التي تلوث المياه عن طريق ري الأرض وضع المبيدات الكيميائية الأسمدة الكيميائية التي تؤدي أو المبيدات الحشرية الكيميائية التي تؤدي في النهاية لإذابتها في الماء ثم إعادة تصريفها إلى النهر مرة ثانية فتؤدي لحدوث مثل هذه المشكلة وتلوث المياه كذلك الإشعاعية خزانات مياه الشرب والأنابيب ومعروف أن كل منزل لا يخلو من خزانات المياه لابد من تنقيط خزانات المياه بصورة مستمرة وكذلك الأنابيب خصوصا إذا كانت مصنوعة من مواد معدنية مثل الحديد التي تتعرض للصدأ وجود المياه بداخلها أو هذه الخزانات القديمة تؤدي إلى تلوث المياه وما زالت منتشرة لا, لا تستغرب في أن هناك بعض المواد الجديدة من البيبات التي تستخدم من البلاستيك أو من مادة الاسبستوس التي تصنع من النفط لكن ما زالت هناك بعض الدول التي تستخدم مثل هذه الخزانات والبيبات التي تؤدي لإعادة من إنتاج ماء ملوث إذا تناوله الإنسان أو الكائنات الحية تعرض ل... لبعض الأمراض خزانات مياه الشرب والأنابيب التي تنتقل عبر السيارات خصوصا في مناطق اللي بتتعرض للجفاف والتزاحم عليها إذا كانت غير نظيفة تؤدي إلى تلوث المياه أحبائي الطلاب ومن المصادر الرئيسيه التي تؤدي لتلوث المياه النفط المصادر البتروليه اما عن طريق القاء النفط مباشره في المياه كما تظهر في هذه الصوره من الخزانات او عن طريق ناقلات البترول او ناقلات النفط ناقلات النفط اما تتعرض للغرق او التسريب او تحطم ناقلات النفط او تصادمها النتيجه واحده ان النفط المحمول على هذه الناقله يلقى ببقعه كبيره جدا على سطح الماء مما يؤدي الى تلوثه. طبعا وجود النفط على سطح الماء لا يلوث الماء فقط فيقتل الكائنات ولكنه يعزل نسبه الاكسجين الموجود في الهواء الجوي عن الاكسجين الموجود في الماء. فعندما تنتهي نسبه الاكسجين الموجوده في الماء تريد ان تجدد نفسها من الهواء الجوي فتلقى بطبقه او تصطدم بطبقه عازله وهي النفط كذلك تمنع وصول اشعاع الشمس. هناك كائنات حيه دقيقه مثل البلانكتون النباتي اللي بتعتمد عليه الثروه السمكيه في الغذاء تحتاج الى ضوء الشمس. كيف سيصل شعاع الشمس وهذه البقعه تعلو الماء؟ فناقلات البترول او المنتجات البتروليه عموما نتيجه للتحميل او النقل او التسرب النفط من الحقول او من من الابار بيؤدي الى تلوث مين؟ المياه. اخيرا مياه الموازنه ومياه الموازنه متعلقه بالنفط ايضا. لأن هذه الناقلات في رحلة العودة عندما تخرج فلو سفينة مثلا خرجت من ميناء دبي إلى ميناء لندن محملة بالنفط وبها الخزانات. النفط السفينة مملوءة بالنفط فهناك توازن وجود النفط في السفينة يحمي السفينة من الأمواج العاتية في المحيطات والبحار التي تخترقها. في رحلة العودة تكون الخزانات فارغة تماما فيضطر قبطان السفينة أن يضخ كميات كبيرة من ماء البحر داخل هذه الخزانات. وعندما يقترب من ميناء العودة وهو ميناء دبي يلقي بكل هذه المياه في البحر مرة ثانية. الأصل ألا يلقي بهذه المياه إلا بعد أن يحدث أو يعيد مرة ثانية علاج أو معالجة هذه المياه بوضع المذيبات الكيميائية قبل طرحها في مياه البحر والمفروض أن يلقى غرامات على هذه السفن. ولكنه البحر تلقى فيه كميات كبيرة من هذه المياه مما يؤدي الى تعرض المياه لأدلوث. الانسان في العصر الجديد يملأ مصادر المياه العذبة بمواد خطيرة للغاية هي نتيجة الصناعات الحديثة والاستخراجات البترولية والمواد الكيماوية هذه التلوثات التي في حال انتشارها في اي بقع من الممكن ان تؤدي الى قتل كل شيء حي فيها فالانهار العذبه هي مصدر الحياه للعديد من الكائنات الحيه وخاصه الانسان فلذلك يجب العمل على ايقاف هذا الخطر الداهم الذي لا بد ان يؤدي بالنهايه الى كارثه بيئيه خطيره احبائي الطلاب كما عرض في هذا المقطع أن مياه الأنهار من المياه العذبة المهمة للحياة على سطح الكرة الأرضية تعرضت للتلوث نتيجة للصناعة واستخدام وسائل النقل وكذلك مياه البحار والمحيطات. إذا أردنا أن نوجز المصادر الرئيسية لتلوث المياه. فعلينا أن نضع في ذهننا مخطط. دائما في الاختبارات التي نتعرض لها التقويمية وفي اختبار نهاية العام أو نهاية الفصل سؤال مهم جدا أكمل المخطط الذهني التالي. والمخطط الذهني يتطلب أن نكون قادرين على استيعاب الأسباب الرئيسية لتلوث المياه أو مصادرها فنبدأ كما ذكرنا في الشرائح الماضية المنزلية أحد الأسباب الرئيسية استخدام المياه في المنزل وإلقائها في بدون معالجة في الأنهار أو مياه البحار والمحيطات خصوصا في الأحياء العشوائية القريبة من المياه اثنين البشرية والحيوانية الصرف الصحي المصادر الصناعية البترولية ومصادر البترول نقصد بها النفط سواء كان عن طريق ناقلات البترول تحميل النفط في هذه الناقلات او عن طريق تسرب النفط من الابار البحريه طبعا نقصد بها الابار الموجوده في مياه البحار مياه الموازنه الذي تحدثنا عنها في الشريحه الماضيه كذلك هناك مصادر زراعيه ونباتيه مصادر اشعاعيه وكذلك خزانات مياه الشرب والانابيب هذه هي المصادر الرئيسيه لتلوث المياه ننتقل بعد ذلك الى القسم الاخير من التلوث بعدما تناولنا دراسه تلوث الهواء وتلوث الماء انتقلنا بعد ذلك الى تلوث الغذاء والغذاء مهم بالنسبه لكل الكائنات الحيه او للانسان على سطح الكره الارضيه لانه يوفر له السعرات الحراريه التي يقوم من خلالها باستمراره وبذل الجهد والنشاط على سطح الكره الارضيه الغذاء اذا تم تقسيمه فسنقسم الى في منتجات نباتيه كما هو موجود امامنا الان ومنتجات حيوانيه بالاضافه الى الثروه السمكيه فاذا تعرضت هذه المنتجات الى التلوث اصبح الغذاء ملوثا وبالتالي لا يستطيع الانسان ان يتناوله الا اذا اصيب بهذا المرض او اصيب بعدد كثير من الامراض التلوث الغذائي هو تحول الغذاء او الماده الغذائيه من حاله نافعه الى حاله ضرة اذا تحول الغذاء الى حق او من ماده نافعه الى حاله ضره يصيب الانسان بالامراض قد يؤدي بحياته في النهايه مصادر تلوث الغذاء عديده من اهم هذه المصادر الكائنات الحيه مثل الفطريات والبكتيريا تاثير هذه الكائنات البكتيريا والفطريات وبعض الديدان حتى الدقيقه التي لا يراها الانسان اثنين الاواني المستخدمه في الطبخ عندما نستخدم اناء غير نظيفا يمكن أن يؤدي إلى حدوث مثل هذا للتلوث المواد الحافظة وهي كارثة من الكوارث هنا بعض المنتجات التي عرضنا لها نماذج لمواد غذائية تحتوي على مواد حافظة خطرة جدا على الإنسان هذه المواد الحافظة أو المواد الحافظة هي مواد تعطيل لعمر المواد الغذائية أو تطيل من, من عمر المادة الغذائية لكنها بوجودها في هذه إذا طالت مده الصلاحيه لهذا المنتج، فسيتعرض فيها هذا المنتج الى ظهور الامراض بالنسبه للانسان. المواد الملونه والمواد المنكهه. كذلك المواد المشعه التي تصل الى الغذاء نتيجه لتساقط الغبار. المواد الكيميائيه كالمبيدات الحشريه التي تستعمل لحمايه المزروعات والاغذيه. كل هذه الاسباب قد تؤدي في النهايه الى تلوث الغذاء فيصبح ضار. احبائي من خلال عرض هذه الصور، لاحظ وفكر. هل تمثل هذه الصور شكلا من أشكال التلوث الغذائي؟ سؤال هذه الفاكهة والخضروات عندما تعرض أمامنا بهذا الشكل تراها أنها نظيفة تماما ولكنها للعامل الأخير التي تحدثنا عنه استخدام المبيدات الأسمدة والمخصبات تعرضت إلى ما يسمى هنا بنمت نمو غير طبيعي النمو غير الطبيعي اللي بيؤدي لفسادها هذه المنتجات النباتيه الشكل الخارجي لها كبيره في الحجم لكنها بها هرمونات، هذه الهرمونات تؤدي لأمراض كثيره جدا مثل السرطانات والعياذ بالله ودي المنتشره كثيرا في عالمنا نتيجه لاستخدام المبيدات. قد تبدو بالشكل انيقا، لذيذا، شهيه، لكن هذه الهرمونات المعروضه في هذه المواد الغذائيه قد تؤدي للتلوث الغذائي وعلى الرغم من ان شكلها بهذا الشكل تؤدي الى ظهور كثير من الامراض. احبائي الطلاب نود في هذه الشريحة أن نلقي الضوء على النوع الآخر من التلوث الغير مادي المعنوي المحسوس لكنه لا يرى بالعين المجردة، قد نرى تلوث الهواء والماء والتربة في الغذاء ولكن هذا التلوث غير المادي المعنوي يشعر فيه يحس فيه فقط ولذلك سمي بالتلوث المعنوي. حنقسمه إلى قسمين التلوث الكهرومغناطيسي والتلوث السمعي أو الضوضاء. القسم الأول هو التلوث الكهرومغناطيسي ولا نخفيكم بأن كل أشكال الأذى والإزعاج والضرر التي تحدثه الموجات الكهرومغناطيسيه في عصرنا الحاضر من استخدام لي اجهزه الميكروويف الهواتف الخلويه الابراج الاذاعه الموجوده المحطات استقبال الاقمار الصناعيه كل هذه الاشكال تؤدي لموجات كهرومغناطيسيه على المدى الطويل تؤدي الى ظهور امراض كثيره جدا بالنسبه للانسان ينشا التلوث الكهرومغناطيسي من مصادر متعدده المصدر الاول محطات الاذاعه اجهزه الميكروويف شبكة الميكرويف المستخدمة في الاتصالات الهاتفية وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الهواتف الخلوية كما هو ظاهر أمامنا في الشكل السؤال الآن في نهاية هذا الدرس قارن بين نمط حياة سكان الإمارات قديما وحديثا الإمارات قديما الإمارات حديثا والسؤال هل تستطيع في الوقت الحاضر أن تعيش نمط حياة هادئة خالية من الضوضاء والتلوث في الصورة في الإمارات قديما تعرض الحياة البسيطة أما الإمارات حديثا فكل المنجزات العصرية الموجودة في هذا العصر من استخدام للتقنيات الحديثة مثل هذه الضوضاء والتلوث ستستمر ولكن على الإنسان أن يراعي صحة أبنائه وصحة البشر في استخدام هذه الأدوات الحديثة ونرجع مرة ثانية إلى البيئة طبيعة نقية في العلاقة ما بين الإنسان والبيئة أحبائي وأعزائي الطلاب في نهاية هذه الحلقة نود أن نقول ألقينا الضوء بصورة بسيطة على أشكال تلوث المادي وغير المادي نرجو أن نكون وفقنا ونتمنى لكم التوفيق دائما وإلى اللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته